السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا واخواتنا وين ما كنتوا، هذا الحاج احمد يحييكم من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، وما ننساوش خاوتنا اللي راه في الغرباء، نحييكم كاع ونرحبوا بكم في هذا البث المباشر. نبدا مباشرة خاوتنا في اللايف نتاعنا. النقطة الأولى على كل حال حدث الساعة، حدث أرجو أنك بضع وسط، أيوة حدث الساعة، حدث الساعة شو هو؟ افتتاح الشام في بلاد الشام، افتتاح الشام في بلاد الشام. وضروك أن يجو اللي ما بغاوش يجو أصحاب بلاد الشام، أيوة هذا كنت جوليا. المهم نحضر الافتتاح، لا ضروك ما نحضرش عليه، ضروك ما نحضر الافتتاح تاعنا. دروك انا ما بغيتش، بغيت نفهم حاجه برك. الحاجه الاولى الرساله تاع الرئيس الجمهوريه عمي تبون، كذلك الوزير الاول، كذلك الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن، كذلك الوزير الشباب والرياضه، كذلك للفيدراليه، وكذلك للجنه المنظمه. هذا افتتاح درتوه، هذا افتتاح درتوه الله يرحم والديكم، او بيتهبلونا من رسالنا، بيتهبلونا من رسالنا. أنا حسبت حلم، أنا حسبت حلم والله يا خاطنا، أنا حسبت حلم. كنت نقارع الافتتاح نورمال عادي، افتتاح عادي، فإذا بها أنا دختة والله يا خاطنا أنا دختة. آه عمي تبون علاك تدلم هاك، علاك تعذب فيهم هاك، هذوك البخازنية عذبتهم والله، لا عذبتهم، لا إله إلا محمد رسول الله. افتتاح عالمي، افتتاح، شوف والله يا خاطنا صدقوني بالله، ومشي أنا اللي كيما يقولوا خلينا نقاش الورد غير هكاك، ماشي انا ماذا بيا كنت نقبض حاجه هكا في الافتتاح بان ننتقدها ولا نطيح عليهم، ولكن ما خلاوني ما نهضر. لا اله الا محمد رسول الله، تنظيم، تقنيات، تصوير، الكوريغرافيا هذيك ما شاء الله، حتى البعد الافريقي، البعد الافريقي كان في الافتتاح، والبعد وسط التراث الجزائري. انا زعفت على حاجه برك، زعفت على حاجه اخاوتنا ونورمالمون تعطوني الحق فيها. على بالك في الافتتاح بينتو كاع التراث الجزائري، بينتو كاع، وهذه اللي زحفتني. ما تبينوش الصوالح اللي عندنا، ذاك المرة راه كيقول لك تاوعنا فانا، كاين صوالح ما يعرفوهمش. والله غدوة من غدوة كاين صوالح مثلا توارك، مثلا توارك الرقصة التركية مثلا واللباس التركي، ذاك يقول لك تاوعنا، ذاك المرة كيقول لك تاوعنا فانا، هو ضرب الحاجة اللي تهدف يقول لك تاوعنا، أنا هذه اللي زحفتني. خلونا الافتتاح، افتتاح 10 من 10 وين 1000 على 10 مليار على 10 بليار على 10 كاع بليار على 10 سكاره في المخزن، سكاره في المخزن. على كل حال خوتنا، انا الحاجه اللي عجبتني التقنيات، التقنيات والله الا تفكرت الافتتاحيه تاع كاس العالم في قطر. بالمناسبه خوتنا نسينا قطر، نحيو خوتنا في قطر، ونحيو امير قطر، ونحيو الشعب القطري. مازلنا نتذكروا الافتتاحيه والتنظيم تاع كاس العالم تاعكم، كان هايل ومن اروع ما يكون. وكذلك الجزائر الحمد لله دارت افتتاح هايل ومن اروع ما يكون. ولذلك عمي تبون السي الوزير الاول، وزير الشباب والرياضه، رئيس الفيدراليه، ورئيس اللجنه تاع المنظمه، فريمون فريمون حقكم، اقسم بالله رفعتوا لنا رساله،
أقسم بالله اللي رفعت لنا رسالة يعطيكم الصحة. هكذا هذه هي الجزائر، هي تدير هي ما تديرش. هذه هي الجزائر، ما كانش في الوسط، الوسط ما كانش، هي تدير وتديرش، واش هو يا ما تديرش. ربي يحفظكم إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإن شاء الله من إنجاز الإنجاز. ضرك يا خاوتي. والله أعلك وصفك رائع وجميل الحاج أحمد. على كل حال خاوتنا، إن شاء الله بإذن الله ما كناش طولنا عليكم. الحاج أحمد يحييكم من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب. شوف نحييكم قاع، نحييكم قاع، وما ننساوش خاوتنا اللي راه في الغربة، ما ننساوهمش دائما، نذكرهم على كل حال. نحييكم قاع ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو في عدد واحد آخر إن شاء الله. ربي يحفظكم جميعا، ربي يحفظكم اللي راكم تدعموا في الحاج أحمد، الله يحفظ الجزائر، الله يغيثنا إن شاء الله. اكتبوا لنا خاوتنا آمين. الله يغيثنا غيثاء نافعا ان شاء الله باذن الله تعالى، يغيث بلادنا ان شاء الله باذن الله تعالى. ربي يحفظ بلادنا، ربي يحفظ شعبها، ربي يحفظ دولتها وجيشها ورئيسها وحكومتها. وربي يعمي عين المخنس عين المخزن، ربي يعينهم في عينهم، واللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. خاوتنا واخواتنا، هذا الحاج أحمد يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أعلك وصفك رائع وجميل الحاج أحمد. الحاج أحمد راهو يكشف ينتقد حلم الوطن.